Hi guys, how are you doing? Well, welcome to my channel again. And before we start, don't forget to like, subscribe, and share the video with your friends. And today I have something to say. I decided to mix between Arabic and English because I think that we have new subscribers. And they are Arabic native speakers, so I thought maybe why to make it easy. Both sides, English speakers and Arabic speakers. So welcome to my channel for the new subscribers, and let's go. So actually, I decided to make this video because of one message that came on Instagram تبعي. الفيديو كان من أم بدها تبعث رسالة لمتابعيني. فهي كانت قصة. It was really a long story. بس حكت في الأخير إشي كتير كان يعني كتير كان مؤثر بالنسبة لإلي من عدة نواحي. أولهم إنه يعني عندي a mother the same situation. وكمان أنا في same situation. So المسج هتشوفوه هون. خليني بعدك. المسج هتشوفوه هون. هذا المسج طويل العدد قريته مبارح وهو وصل قبل أيام. بس قريته مبارح كتير كتير أثر فيني. فالمحتوى الرسالة شو بتحكي؟ So كان السلام عليكم بنتي. حبيت أنه توصلي هذا المسج لمتابعينك. حبيتهم يحسوا بأوليائهم بوالديهم يعني بالأب والأم وخاصة أمهاتهم. أنا امرأة عندي طفلة واحدة من زوجي اللي الله أخذه مني بسبب المرض خلاها معي وهي عندها 3 سنين قبل لا يموت الله يرحمه. كنت أدرس في الجامعة وكان عندي كتير أهداف وطموحات. كانت طموحاتي كبيرة كتير كتير وزوجي يعني كان بيعيني وبيعاوني عليها. أوكي. لكن من وقت مات وخلاني لحالي صرت مجبورة أنه أشتغل عشان نخدم على جال نشتغل عشان بنتي. تخليت على كل طموحاتي وكل أحلامي كي تكبر بنتي وتحقق أحلام وتحقق الطموحات هاي في مكان. يعني كبرت يعني بنتها صارت كبيرة. كبرت بنتي وكما كان الحال كنت متوقعتها تكمل قرايتها في الجامعة. كنت متوقع انه هي تكمل دراستها في الجامعة لكن هي اختارت طريق واحد اخر. وفي يوم قالت لي راني نخرج مع واحد وحاب نتزوج. اوكي. يعني بالمختصر انه الام تبعها كانت بدها بنتها تدرس في الجامعة وكأنه بنتها كانت تعرفت على واحد وكان بدها تتزوج يعني تزوج هذا الانسان. اوكي. بالمختصر انه هذا الشاب كان بده من البنت هي توقف دراستها وانه بس هيك. لكن الام حكت انه هي رفضت الموضوع كليا لأنه كان عندها أحلام ثانية بالنسبة لبنتها ورفضت الموضوع. المهم تواصلنا بالهدرة وراحت. أوكي. يعني بعد مدة من النقاش وكأنه صار النقاش حاد كتير بيناتهم. فهي البنت صارت تعاير أمها. طيب بأي طريقة تعاير أمها؟ تعاير في امها وتقول لها وتحكي لها انه انت ما كملتي دراستك وما اصلا ما شفتي الجامعه وما كملتي دراستك الجامعيه وجايه يعني تشيري علي شو بدي اعمل وانت ما بتفهمي والو وعايرتني وقالت لي وانا وكثير عايرتها يعني. لكن الام ما حكت لها شيء. حكت انه سكتت فقط وخلص.
لكن الأم هون عم تحكي أشياء كتير يعني. وهون الأم يعني لما حكت هيك كتير يعني أثرت فيني صراحة. حكت أنه الحكي تبعها إجاني كالسم في قلبي يعني، وظلت الليل كله بتبكي. حكت أنه كتير وجعها الحكي. هلا أنا ممكن why I'm crying because thing is like I feel that because of my mother. My mother also let me say أمي كمان حسيتها أنه تخلت على كتير أمور من حياتها مشان يعني مشاني، خاصة أبي كذلك. فكذلك أنه يعني أنه هذا الأمر كتير يعني بيوجع يعني صراحة. أنا يعني حتى من أمي وأبي يعني الواحد مرات بيتذكر أنه حكى أمور أنه ما كان قصدهم، بس ممكن الأم والأب يتأثروا فيها كتير. For that I want to say I'm sorry for my mother if I said something like that, something like bad or something like that. أكل حل كمل. I'm sorry. Anyways, حكيت انه ظلت اللي كله بتبكي ووجعها قلبها كتير. شو المسج اللي كان بدها توصله للبنات لكل يعني المتابعين؟ انه اي كلام هي شو حكت انه حبيت بدي اقول للبنات والمتابعين، ما بتحكوا اي كلام لابوكم وامكم، لانه ما انتم ما بتعرفوا يعني انتم ما بتعرفوا شو عانوا وشو ضحوا وبشو ضحوا وبشو يعني اعطوا يعني عشان يوصلوكم للمكان اللي انتم فيه هلا. هيك بنشروا على فيديو، لانه هي حكت انه بدي يوصل مسج للمتابعين تبعك. فلايك نشرته كتير اثر فيني، انه اول شيء ممكن انا لانه بالغربة وهيك يعني تذكرت كتير امور، فكتير كتير كتير اثر فيني. بس يعني بعدين لقيت انه معاه حق يعني. الواحد ما لازم يحكي اي اشي اجاه عباله، لانه مرات احنا بنحكي اشي بلحظة غضب، لكن اللي بيسمع حكينا خلاص بيضل الحكي في راسه، ممكن ما بيتجاوز الامر الى يعني الى يوم الدين. فلذلك يا متابعيني ويا اعزاء، يعني لما بتحكوا اشي خليكوا واعيين على شو عم تحكوا ومع مين عم تحكوا خاصة. Okay, so ladies and gentlemen, that was the end of my video. If you like it, please don't forget to subscribe, like, and share the video with your friends. And just to say, like, I will start mixing between Arabic and English. So it's not really that my Arabic, our dialect. But still, like Algerian dialect is so hard to be understood. So for that, I decided to use this white dialect. I don't know if it's Syrian or something like that, but it's like I thought it's easier to be understood. So see you next time.